بقول لك ايه يا برنس؟ انا هموت واعرف مين قال لك المخدرات وحشه. يا ابني المخدرات دي هي اللي هتحل لك كل مشاكلك. كل مشاكلك. طب بقول لك يا صاحبي، ما تجرب دوس، ما تسترجل ياض وانشف، هتفرفشك، هخليك كول، هتنعنشك، هترجلشك. اظبطك انا، انت حلك عندي. خد هذا الدواء واشقلب في الهواء. اي حد يقولك كده يبقى مش صاحبك، لانه ما بيحبكش، مش بيخاف عليك، عايزك تبقى زيه، عامل صايع وبيحور عليك وبيشتغلك، بيضحك عليك. اكيد بيضحك عليك، عمره ما ينفع يكون صاحبك. اوعى تسمع كلام حد، ما بيحبكش بجد، ما بيحبكش بجد. اوعى، خد بالك يا معلم، خلي عندك هدف، خلي عندك هدف، وخليك ورا حلمك هيتحقق. وان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله هيتحقق. 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 واحلم واجري على حلمك، هيتحقق ان شاء الله. هيتحقق. خليك واعي. 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 هنكون فرق منكم ومن صناع الحياة، وهيكونوا موجودين معاكم في 2000 مدرسة و20 جامعة، وهنعمل أنشطة رياضية وفنية مع رموز كتير بتحبوهم، علشان نفضل فاكرين إن المخدرات مالها الصاحب. خليك واعي، اوعى تجرب.